أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: ما هو وقت أذكار المساء؟ هل هو قبل المغرب أم بعده؟ أذكار المساء تبدأ من زوال الشمس، هل هو أتى بها بعد زوال الشمس أو بعد العصر أو بعد الظهر أو بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء، لا بأس، كله في المساء، كله داخل المساء. نعم.